وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالمسلمة ينبغي عليها أن تصرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يجوز لها أن تصرف هذه العبادة لغير الله، لأن الله عز وجل نهى في هذه الآية أن يدعى معه غيره، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا جاءت نكرة في صياغ النهي فتفيد العموم، وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال الله عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه الآية تبين أن هؤلاء الذين يدعون غير الله فهم بمثابة الذي يقف على البئر ويدعو الماء ليخرج إليه ليشرب منه، يعني زي الزول الليلة وقف له في بير والموية تحت في البير وقال للموية قال لها تعال تعال، لا عنده دلو ولا عنده يعني شيء يعني يتناول به الماء. فهذا من أوضح الأمثال التي تبين ضلال من دعا غير الله. قال الله عز وجل له دعوة الحق، فالله عز وجل له دعوة الحق، ذلك بأن الله هو الحق، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الذين يدعون غير الله عز وجل لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والله عز وجل يقول لهؤلاء الذين صرفوا هذه العبادة لغيره، قال الله عز وجل لهم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ماذا خلقوا من هذه المخلوقات العظيمة حتى تصرفوا لهم هذه العبادة، عبادة الدعاء. لم يخلقوا شيء، وهذا خلق الله كما قال سبحانه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالمسلمة ينبغي عليها أن تتعلم هذه الأشياء وهذه الأدلة حتى لا تنخدع بدعاة الباطل ودعاة الضلال الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فالدعاء من أعظم العبادات التي ينبغي على المسلم أن يصرفها لله عز وجل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات
وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذا وعيد شديد للذي يدعو غير الله. إذا مات على هذا الباطل وهذه العقيدة الفاسدة فإنه محكوم عليه بالخلود في النار. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. فكذلك الاستعانة عبادة، ينبغي للعبد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة هي طلب العون، الاستعانة هي طلب العون. قال الشيخ الفوزان: الدليل على أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة هذه الآية من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم المعمول في إياك في وإياك نستعين على العامل وهو نستعين، وهذا يفيد الحصر، أي إذا قال العبد هذا الكلام فإنه يقول لله: لا أعبد غيرك ولا أستعين بغيرك. يعني المرأة في الصلاة إذا قالت إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا الله أنا بعبدك براك وبستعين بك براك، فما يجوز لها أن تستعين بغير الله. يعني إذا طلعت برا وعترت تقول يا الصلاح، ولا إذا ولد الصغير قحة تقول يا الرسول، ولا إذا العربية دائرة تتقلب تقول يا لحاق بعيد. ما بجوز، لأنه هي قالت إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا الله أنا بعبدك براك وبستعين بك براك، فما تنقض هذا العهد، فعليها أن توفي بهذا العهد بأن تصرف هذه العبادة أي الاستعانة لله تبارك وتعالى، أي لا نستعين بغيرك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا أنت. لا نستعين بصنم ولا بوثن ولا بقبر ولا بحجر ولا بشجر. المسلمة تستعين بالله، المسلمة المؤمنة هي التي تستعين بالله تبارك وتعالى وحده، ولا تستعين بغير الله في أمر لا يستطيعه إلا الله، كأن تستعين بميت أو قبر أو ولي أو قبة أو ضريح أو بيان أو غير، ما بجوز، لأن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يعني مدح عباد الرحمن، ربنا يقول عن عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والاستعانة هي طلب العون، وهي نوع من أنواع الدعاء. فالمسلمة تستعين بالله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، في الأشياء التي لا يستطيعها إلا الله. قال المؤلف رحمه الله:
ودليل الاستغاثة. دليل الاستغاثة قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا كان في غزوة بدر حينما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالله على أن ينصرهم على الأعداء. فالاستغاثة لا يجوز صرفها لغير الله في أمر لا يستطيعه إلا الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: يذكر الله المؤمنين بما حصل لهم في بدر حين اشتد بهم الأمر فاستغاثوا به فأغاثهم. استغاثوا بالله فاستجاب لهم الله. وكذا المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة تستغيث بالله ويستغيث هو بالله فيستجيب الله عز وجل له. فأغاثهم الله بالملائكة تثبتهم وتعينهم على القتال وتوقع الرعب في قلوب الأعداء. قال الله تعالى قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فأمر الله عز وجل الملائكة بأن تثبت أهل الإيمان، وغذف الله عز وجل الرعب في قلوب أهل الشرك، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هذه الغزوة العظيمة التي حصل فيها ما حصل من تأييد الله عز وجل للصحابة بالملائكة، ونصرهم أيضا فألقى في قلوب أعدائهم الرعب، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أهل الشرك. قال: فالملائكة نزلت في ساحة القتال في بدر مع المؤمنين تثبتهم وتقوي قلوبهم وتطمئنهم وتوقع الرعب في قلوب أعدائهم وتعين المؤمنين على القتال. فالذين يقتلون الكفار هم المؤمنون، لكن الملائكة تمدهم وتعينهم وتقويهم وتثبتهم. فهذا الفتح وهذا النصر لما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالله عز وجل. فمتى ما وقع الإنسان في ضيق وفي شدة وفي كربة فعليه أن يستغيث بالله عز وجل وأن يفزع إلى الله عز وجل، رجلا كان أو امرأة، فعليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الذبح، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا دليل على هذه العبادة العظيمة وهي الذبح. فلا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يذبح لغير الله. زي ما عندنا الليلة في بلدنا السودان كثير من النسوان، الوحدة إذا ما ولدت زمن تمشي لصاحب القبر وتدعو من دون الله عز وجل وتبكي عنده وتخشى عند قبره وتتضرع إليه وترجوه بأن يهب لها الذرية،
ويقدر الله أن تلد ولد أو بنت، فتزيد عقيدتها أو فتزيد في عقيدتها أن هذا الميت هو الذي وهبها هذا الغلام أو هذه الفتاة. أها، بعد ذا تقول أنا نزرت أكان أبويا الشيخ الكباشي أداني ولد، نزرت له كل سنة أجيب له خروف أو عتود أضبح له، وهذا ذبح محرم وشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله. الذي يذبح للأولياء والذي يذبح للقبور والذي يذبح للجن ويذبح خوفا من الجن، إذا نزل في منزل، إذا بنى له بيت والبيت اكتمل، الجماعة يقول له إذا ما ضبحت الجن بيسكن معاك، ولا لما نجي يحفر الساس يقول له لو ما ضبحت الجن بيسكن معاك لأنه الأرض دي ما حقتنا بنانا، فأنت عشان الجن ما يأذوك وما يضروك وما يضر أولادك أم يجيب لك خروف واضبحوا لهؤلاء الجن. ورأيت بعيني مرة عندنا جارنا بيحفر في الساس، جاب له عيش وأشياء قام شتتها في الساس، واحد معاه قال له الأرض دي ما حقتنا برانا، وقام جاب العيش شتته في الساس، وهذا شرك بالله عز وجل وتقرب لغير الله، لأن الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر. كما أن الإنسان يصلي لله فعليه أن يذبح لله وأن يتقرب بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، لا يذبح لقبر ولا يذبح لصالح ولا لطالح ولا لملك ولا لجن ولا لنبي ولا لمخلوق من المخلوقات، ما يجوز، لا راجل لا مرأة، ما بجوز له يمشي له قبر يضبح له كبش ولا غير من الحيوانات، ولو كانت جدالة ولو كان سيوسيو ما بجوز يذبح لغير الله، لأن فيه تعظيم لغير الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل قال يا رسول الله نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، قال له أنا نذرت أذبح في منطقة معينة اسمها بوانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استفصل منه قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياده؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا كان فيها وثن كان نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان فيها عيد كان نهاه. ولا يجوز أن يذبح لله في مكان يعظم فيه غير الله. لو كانوا في ناس عندهم قبة وبيعظموها وبيجوا كل مرة ينحروا عندها ويدعوا صاحب القبة، والقبة دي الله رسل عليها صاقعة زي قبة أبو فروع البيجاج ورا البحر دي، ربنا رسل لها صاقعة فارتقطها طوبة طوبة، فإذا ما بنوها ما بجوز ليزول يشيل خروفه يمشي يضبح هناك، لأنه إذا شافوا إنسان قد يغتر بفعل هذا المتقرب لله في هذا المكان، ويقول المكان ده لأنه زمان كانت فيه قبة والزول ده لو ما الشيء ده صح ما كان عمله، فيغتر بما فعله هذا
الرجل ويتأسى به ويغتدي به في هذا الأمر المحرم، أي الذبح لغير الله، أو يعني أن يذبح عند الوثن. فدليل الذبح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا دليل الذبح. يقول الشيخ: قرن النسك وهو الذبح مع الصلاة، والصلاة عبادة، فالنسك عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما أحيا عليه وما أموت عليه كله لله. ثم قال: لا شريك له. نفى الشرك في الذبح وفي الصلاة، ونفى الشرك في الحياة والموت، ثم قال: وبذلك أمرت، أي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وبذلك أمرت، أي أمره الله عز وجل بذلك، وأنا أول المسلمين، أي أول المنقادين الممتثلين لهذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله: ودليل النذر قول الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الإنسان، فالنذر أيضا عبادة، ينبغي أن تصرف هذه العبادة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز النذر لغير الله. مرة تنذر تقول: نذرت إن ولدت نجح أشيل لي ملوى بتاع التمر، أمش أوزعها في القبة، ولا تقول إذا ولدت نجح، ولا ولدت إذا ربنا شفاه، نذرت أشيل لي خروف أضبح في بيان سيدي الحسن. شرك بالله عز وجل. قال: فدل على أن النذر عبادة يجب إخلاصها لله، فمن نذر لغير الله كالموتى والقبور والأضرحة فهو مشرك. الذي ينذر للقبور والأضرحة والموتى فإنه مشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا يقع كثير من الذين ينذرون للقبور. كثير من الناس الذين يعني يعظم القبور ينذر لأصحاب القبور، وهذا النذر نذر شرك ونذر باطل، من أنفذه أشرك بالله عز وجل. الزول اللي بينفذ الشرك ده هذا أشرك بالله تبارك وتعالى. قال: وهذا نذر معصية ونذر شرك لا يجوز الوفاء به، أما من نذر لله فإنه يجب عليه الوفاء لأنه عباد. مثلا امرأة قالت: لو ربنا شفاني بصوم لي 3 يوم، وربنا شفاها، واجب عليها توفي بهذا النذر، لأن النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم يؤمر بها. فيجب عليه أن يوفي بهذا النذر،
إذا نذر أن يصوم أو يصلي أو يتصدق فعليه أن يوفي بهذا النذر، نذر الطاعة ونذر العبادة. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإنسان عليه أن لا يهاب إلا الله، وكذلك المرأة ما تخاف إلا من الله، ما تخاف لا من فقي ولا تخاف من قبر ولا ميت ولا ولي ولا صالح ولا طالح، ما تخاف إلا من الله. فعلى المرأة ألا تخاف إلا الله. بعض النساء إذا حذرها من الشرك وقال لها ما تمشي القبة ولا ما تنادي الشيخ وما تنادي فلان وما تنادي علان وما تنادي الحسن وما تنادي بشرع وما تنادي ود بدر، بتقول لك لا ما تتكلم، النازل بيضروك والنازل بيسمعوك والنازل بيبينوا فيك، تخاف، تلقاه تخاف وما بيسووا حاجة، ما بيعملوا أي حاجة، لأنهم كما قال الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات. وهذا الخوف إنما يزينه الشيطان. لذلك قال الشيخ رحمه الله أو حفظه الله: لما توعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد وقعة أحد وقالوا: إنا سنرجع إليكم ونستأصلكم، فالمؤمنون ما زادوا على أن قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمشركين أرادوا أن يفتكوا بالمؤمنين، ولكن المؤمنين قالوا كما قال إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولما توعدهم المشركون. فحسبي الله أي كافيني وكافي من توكل عليه. عشان كده ربنا يقول: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده. وقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي يكفيه الله عز وجل ما أهمه ويكفيه الشرور. لذلك قال رب العزة والجلال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعصمك أي يحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالمسلمة والمؤمنة عليها أن لا تخاف من أحد إلا الله. ما تخاف لا من ست ودع، لا تخاف لا من فقيه ولا دجال ولا مجرم ولا سفيه ولا مجرم من المجار، تخاف من الله. وكذا المؤمن أيضا عليه أن يخشى الله عز وجل. بل قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ديل أهل الإيمان بيخافوا من الله وما بيخافوا من أحد سواه سبحانه وتعالى.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون أحد إلا الله، كذلك المؤمن لا تخشى إلا الله. فأهل الإيمان يعتمدون على الله ولا يهمهم ما يقوله الأعداء. فالمسلمة تتوكل على الله ولا تلتفت إلى ما يقال عنها، ما تخاف. شافت الناس يتكلموا في المحجبات ويتكلموا في النقاب ويتكلموا في الحجاب، ما بضرها بشيء. عليها أن تسير إلى الأمام ولا تلتفت، ولا تخاف، ما تخاف من المجتمع، لأن المجتمع الآن ما بيرضى عن كل امرأة مستقيمة وملتزمة ومحتشمة ومحجبة. المجتمع أغلب وأكثر ما بيرضى، لأنهم ألفوا التبرج والسفور والعري والخلاعة والمجون والمياعة والخلاعة. عشان كده لما نشوفوا محجبات في مكان بيتضايقوا بيشمئزوا. فعلى المسلمة ألا تلتفت إلى هؤلاء ولا تهتم بما يقال عنها، ما تهتم، ولا تلتفت إلى التهديدات ولا التوعد الذي يطلقه أعداء الإسلام. ما تخاف، تثبت على الإيمان وتثبت على الحجاب وتري الله سبحانه وتعالى منها خيرا، تزداد حياء وحشمة وخشية وخوفا من الله وعبادة لله وتمسكا بما هي عليه من الطاعة والبر. أصلا ما بتخاف من أحد، على المؤمن أن تكون هكذا. فوصيتي للمؤمنة ألا تخاف من المجتمع ولا ما يقوله المجتمع، بل تفعل ما يرضي الله، ما يرضي الله، وتترك ما يقال عنها خلف ظهرها. وهذا التخويف إنما هو من الشيطان، هذا التخويف إنما هو من الشيطان، كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. فالله عز وجل نهانا أن نخاف من هؤلاء. لا لا لا، الناس بيخوفوا الناس بالشيوخ بتاعنا الطرق الصوفية وطواغيط الصوفية، يقول لك إن اتكلمت الناس ديل بيضروك. ده تخويف من الشيطان. المسلم لا يخاف إلا من الله، والمسلمة لا تخاف إلا من الله. هذا هو محل الشاهد: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. دل على أن الخوف نوع من أنواع العبادة يجب أن يفرض الله به، يجب أن يفرض الله بهذا الخوف، يفرض الله به. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالمسلم عليه أن يرجو الله ويرجو رحمة الله. قال الله عز وجل: أولئك يرجون رحمة الله
والله غفور رحيم. البقرة: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالمسلم والمسلم يرجو رحمة الله، فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من أراد، ومن أراد أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه ويرجو رحمته، فليعمل عملا صالحا، يعمل عمل صالح. فأي مؤمن أو أي مسلمة ترجو أن تلقى الله وهو عليها راض، فعليها أن تؤمن بالله وتعمل الأعمال الصالحة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. تعمل عمل صالح وتؤمن بالله وتوحد الله وتبتعد عن الشرك، لأن الشرك يحبط الأعمال، والشرك في زمننا ذا متمثل في دعاء غير الله وفي الذبح لغير الله. تسمع بعض النساء تسوي: يلفكي حمد من الرمد، ويلفكي يا الصادقاب الأسرع من الواتساب، ويا رجال العيلفون الأسرع من التلفون، ويا بقرون من العيون، ويا صابقية ويا بضلع الحديد، ويا السريع بالحيل وغيره. هذا شرك بالله عز وجل. والذبح لغير الله والاعتقاد في الأموات أنهم يدفعون الضر ويكشفون الكرب، كل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. أو الاعتقاد في المخلوقين أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم ينزلون الأمطار وأنهم يهبون الذرية، كل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. فعلى كل مسلمة عليها ألا تنخدع بالشعارات، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، كما قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأعمال إذا صاحبها شرك صارت لا وزن لها ولا قيمة لها، وهي مردودة وحابطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقول النبي ولقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. فالرجاء أيضا من أنواع العبادة، ينبغي على المسلمة والمسلم أن يصرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى ويرجو الله عز وجل وحده. قال المفسرون معناها والله أعلم: يرجو، أي هذا المؤمن يرجو أن يرى ربه يوم القيامة في الجنة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحد، لأنه أهل الشرك كما قال الله عز وجل عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلا يرون الله تبارك وتعالى، وهذه من أعظم الحسرات يوم القيامة، أن يحتجب عنهم الله عز وجل. ومن أعظم النعم يوم القيامة النظر إلى وجه الله عز وجل، لذلك قال الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فما أعطي العبد يعني نعمة يوم القيامة أعظم من رؤية الرحمن. فمن أرادت أن ترى ربها
فعليها أن تخلص في عبادتها لله عز وجل وتجتنب الشرك صغيره وكبيره، لأنه مفسد للأعمال. قال المؤلف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل أيضا من العبادات العظيمة التي أمر الله عز وجل بها في القرآن، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها في السنة. فالمسلم والمسلمة عليهم أن يتوكلوا على ربهم، بل قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله عز وجل أيضا في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات أهل الإيمان، أنهم يتوكلون على الله عز وجل. والتوكل على غير الله شرك. زول يتوكل على حجاب، على كمون، على ودعة، يتوكل على صورة بتاع الشيخ في الدكان ولا في العربية ولا في البيت يعتقد فيها، فهذا شرك بالله عز وجل. فمن توكل على غير الله أشرك بالله. قال: التوكل من أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ومن توكل على مخلوق فإن الله يكله إلى هذا المخلوق. من توكل على مخلوق فإن الله يكله إلى ذلك المخلوق الضعيف. فما يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يتوكلوا على غير الله، بل ينبغي عليهم أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذه الآيات أو هذه الآية من سورة الزمر يبين الله عز وجل فيها ويأمر الناس فيها بأن يرجعوا إلى ربهم. الإنابة الرجوع، أنيبوا وأنيبوا أي ارجعوا. قال الله عز وجل في سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. منيبين إليه أي راجعين إليه. فالإنسان عليه أن ينيب إلى الله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني ارجعوا إليه بالطاعة وترك المعصية. فالإنابة نوع من أنواع العبادة. الإنابة نوع من أنواع العبادة. فالإنسان الذي صدرت منه معصية والمرأة التي صدرت منها معصية عليها أن ترجع إلى الله وأن تتوب إلى الله، لقول الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالإنسان عليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح. أي إنسان وقعت منه هفوة ومعصية وذنب وجريمة فعليه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفر الله عز وجل. وربك الغفور ذو الرحمة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله تبارك وتعالى ولا يتوانى ولا يسوف، يقول بعدين بتوب، بعد شوية، بعد سنتين بتوب، بعد ثلاثة بتوب. كيف إذا أدركك الأجل؟ إذا الموت حضر، إذا حضر الأجل وانقضت الأيام ولم تتب، بأي وجه تقابل ربك؟ لذلك يتمنى الرجل الرجوع إلى الدنيا لكي يعمل صالح. ربنا يقول في سورة السجدة، ربنا قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال لي يا الله رجعنا الدنيا نعمل صالح. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عشان كده الإنسان يتوب قبل ما يموت. والتوبة عندها ميقاتين. الميقات ميقات عام وميقات خاص. الميقات العام ده إذا طلعت الشمس من المغرب تاني الله ما بيقبل توبة. والميقات الخاص إذا بلغت الروح الحلقوم أو الحلقوم تاني توبة ما في. فالله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا روحه ما حصلت الحلقوم الله بيقبل، لكن أول ما الروح وصلت الحلقوم تاني توبة ما في. وإذا طلعت الشمس من المغرب تاني توبة ما في، باب التوبة يغلق. فالمسلم والمسلمة عليهم أن يبادروا بالتوبة، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. قال ودليل المحبة، ونقف في هذه الجزئية. قال ودليل المحبة قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه الآية فيها دليل على أن أهل الإيمان يحبون الله عز وجل محبة عظيمة ولا يقدمون على محبته محبة أحد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلق الإيمان. ثلاث أشياء إذا توفر في الإنسان يجد حلاوة الإيمان، رجل ولا مرأة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يكون الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام أحب له من أي مخلوق. لأنه
ربنا في الآية دي قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يتخذ له أنداد. بعد اتخذهم ربنا قال يحبونهم كحب الله. والله نهانا في القرآن أن نتخذ له أن نجعل له أنداد. قال فلا تجعلوا لله أندادا لا في المحبة ولا في الدعاء ولا في الاستغاثة ولا في التوكل ولا في الخوف ولا في الرجاء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبين الله عز وجل أن أهل الإيمان محبتهم أعظم من محبة أهل الشرك لأندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني زي ما عندنا الليلة أهل الطرق الصوفية الصوفيين والصوفيات بيحبوا طواغيتهم وبيحبوا القبب، فأهل الإيمان يحبون الله عز وجل محبة عظيمة. زي ما ذلك بيحبوا أندادهم وبيحبوا شيوخهم وبخافوا منهم كخوفهم من الله، ويدعونهم كما يدعون الله، ويرجونهم كما يرجون الله، ويستغيثون بهم كما يستغيثون بالله، ويحلفون بهم كما يحلفون بالله، وينذرون لهم كما ينذرون لله، ويذبحون لهم كما يذبحون لله. فأهل الإيمان أشد محبة وتعظيما وإجلالا لله من محبة أولئك لأندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. فالإنسان عليه أن يملأ قلبه بمحبة الله، رجلا كان أو امرأة، يملأ قلبه بمحبة الله عز وجل، وما يزاحم محبة الله عز وجل بمحبة مخلوق في قلبه. يعني ما يجعل في قلبه محبة لمخلوق كمحبة الله. والجماعة قالوا امبارح عندهم عيد اسمه عيد الحب، السفه والسفيهات، عيد مفروض يسموه عيد الزنا، قال عيد الحب. واحد أساس العيد أحد الكفار أو اليونان زنى بامرأة الملك فقتله الملك. الجماعة المريدين بتاعين والدراويش بتاعينه عملوا له عيد، يعني عملوا له حولية بمصطلح اليوم، يعني يوم 14/2 حولية فالنتاين، قالوا عيد الحب. والمشكلة المسلمين يتأثروا بأي ثقافة واردة، تلقى الجماعة الواحد تلقاه لابس حمر من الصباح، والبيت لابس حمر ماشيين وين؟ يقول لك الله ليلة 14/2. اها يعني شنو 14/2؟ يا مولانا الليلة ما عيد الحب يا اولاد، في ما في حاجة في الشريعة الإسلامية في عيدين. عيد الحب ده بيصلوا له وين؟ عنده صلاة ولا ما عنده؟ وتجد البنات والأولاد قاعدين لحد أنصص الليالي في الطرقات وفي النجايل وفي الحدائق يتونسوا. وده عيد اسمه مفروض عيد الزنا إذا صح إنه عيد، وما عيد أصلا، وإنما هذا من أعياد الكفار وأعياد أهل الشرك. والمسلمين إلا من رحمه الله يقلد التقليد الأعمى. وفي هذا اليوم تكثر الفواحش والزنا وانتهاك الأعراض والتبرج والسفور وغيره، بلاوي تحصل في اليوم ده. عشان كده بعد من يوم 14/2 يحسب بعدها 9 شهور يلقوا أولاد الزنا كتار. ليه؟ لأنه الجماعة احتفلوا بالعيد، احتفلوا بالعيد سووا شنو؟ طلعوا النجايل وطلعوا الرحل المختلطة لأنصاص الليالي،
يعني قاعدين في على شاطئ البحر واحدين راكبين لهم مركب جوا البحر يغنوا ويرقصوا جوا البحر وصايب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شمرا بشمر وزراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ أي من غيرهم؟ فالإنسان عليه أن لا يتشبه بهؤلاء، وعلى المرأة أن لا تكون ضحية وفريسة في مثل هذه المناسبات الفاجرة. ما هو في ضحية، مفروض يسموه عيد الضحية، لكن الضحية بتكون في ونو؟ الضحية المرأة، والضحية البنت، والضحية الفتاة الشابة والطالبة، لأنها بتقع ضحية لهؤلاء الفسقة وهؤلاء المجرمون الذين لا يرقبون في مؤمنة إلا ولا ذمة. سيطرت على قلوبهم الشهوات الجامحة التي يسعون إليها بكل سبيل، ويريدون أن يتحصلوا عليها بكافة الوسائل، اختراق بالنظر، بالمهاتفات، مكالمات، في الحفلات، بالنظرات، بالكلمات، وهكذا يريد أن يصل إلى هذه الشهوات بأي سبيل، ولو بالسحر، ولو بالسحر. بعضهم يمشي يعمل سحر لكي يتحصل على هذه الشهوة بهذه الطريقة المحرمة. امشي للدجال قل له اعمل لي حجاب بتاع محبة، اعمل له حجاب بتاع محبة. عشان كده السحر فيه العطف والصرف، ربنا قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج. واحد يكون يشوفه تعجبه يقول له الساحر، يقول له اعمل له سحر خلي له طلقه عشان اتزوجها، وهكذا. فالمسلمه تكون حريصه وتكون واعيه ويقظه، ما تنخدع بالاعلام ولا تنخدع بوسائل الاعلام التي تنشر وتروج لهذه المناسبات الفاجره. تكون عفيفه تحافظ على نفسها وعلى حيائها وعلى حجابها، وتبتعد عن أماكن السوء والاختلاط وأماكن الفجور والفسوق والأغاني والحفلات والرحل المختلطة، حتى لا تكون ضحية في هذا اليوم لأولئك السفلة. المحبة عبادة عظيمة ينبغي للعبد أن يملأ قلبه بحب الله عز وجل. قال الشيخ: لأنهم أحبوا الله وحده ولم يحبوا معه غيره، أما المشركون فإنهم أحبوا مع الله غيره ولذلك صاروا مشركين. أحبوا مع الله، أحبوا أندادهم، وأحبوا يعني معبوداتهم التي عبدوها بالباطل، فوقعوا في الشرك لأنهم يعني ساووا في المحبة أو أحبوا مع الله، فهذا سبب شركهم في هذه المحبة. نقف لحد هنا ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. فإذا في سؤال أو سؤالين من النساء فممكن يرسلون في ورق ونجيب عليهما إن شاء الله. يقول: ما حكم أو ما قولكم في
في من يقول أن النساء ناقصات عقل ودين، هل هذا يعني أن النساء يختلفن عن الرجال في الدين أم ماذا؟ نرجو التوضيح من يحتج بذلك ولا يأخذ برأيهن. ومنهم من يقول عقولهن ناقصة مطلقا، فنقصان العقل بينه الشرع أن شهادة المرأة، شهادة الرجل أو شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فهذا المقصود. أما نقص الدين فإنها تمر عليها الأيام ولا تصوم ولا تصلي، فهذا نقص الدين. أما اختلفا من الرجال، نعم المرأة تختلف من الرجل، ربنا قال وليس الذكر كالأنثى، المرأة تختلف من الرجل. قال هنالك من يقول أن أسلوب السلفية، يعني يقصد دعاة السلفية، غير ناجح أو غير مقبول في إيصال الدعوة، تقول الغيبة حرام وتغتابون الصوفية والشيوخ. أولا السلفية، الدعوة السلفية هي مبنية على الكتاب والسنة، الدعوة السلفية مبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالإنسان إذا قالوا الله قال والرسول قال فعليه أن يقبل. أما الأسلوب، الأسلوب يختلف، فمن رأينا منه أنه يريد الحق ويبحث عن الحق فهذا ينصح ويبين له بالتي هي أحسن، ومن رأيناه متعنت ومتكبر ويصد الناس عن ذكر الله فهذا نشد عليه ونغلظ عليه. وده من الحكمة، إنه الإنسان يشد ويغلظ في مكان الشدة ويلين في مكان اللين، والأصل الرفق واللين، الأصل في الدعوة الرفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق، فالأصل في الدعوة الرفق، ولكن قد يحتاج الإنسان أن يغلظ على بعض دعاة الباطل حتى يحذر الناس من شرهم وينفر الناس عنهم. أما إيصال المعلومة يختلف من زول لزول، من داعي إلى داعي يختلف، منهم من يعني، وكذلك أفهام الناس تختلف، لكن المقصود والهدف الرئيسي من الدعوة السلفية هو إخراج الناس من عبادة الأموات وعبادة القبور وعبادة الأنداد وعبادة الأضرحة إلى عبادة الله عز وجل وحده. لكن الناس لما تنهى عن الشرك بيقول لك يا مولانا أسلوبكم منفر، هم بس ما دائرة التوحيد. الأسلوب لو جيت بأي أسلوب قلت له يا أخي الله قال ناديني وبتنادي معي غيري وشيخك ده ما يملك شيء ما بيقبل، لو جيت وقدمت له قبل الإجابة سندويتش بتاع برجر ما بيقبل، لأنه أصلا مرضان. ودي حيدة، انت تقول انا ما دار التوحيد، لكن ما تقول انا اسلوب كون وما اسلوب، جيناك بالاسلوب الطيب، اها ربنا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك من الظالمين. الآية دي معناتها لا في شيخ طريق عنده حاجة، ولا في مخلوق يملك مع الله عز وجل شيء، ولا يستحق أن يدعى مع الله عز وجل، لا بينفعك لا بضرك، وأصحاب القبور لا ينفع ولا يضر، بيقبل ما بيقبل. وإنما هذه لكي ينفر الناس عن الحق، يقول لك الناس ما عندهم أسلوب. والزول بتخاطب الآيات والأحاديث وتقول له مثلا شيخهم قال
قال ايش اشد عندي اسلوب؟ قال انا عرشها والكرسي انا، انا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. ده عنده اسلوب. وده قال، قال كم ناكران زاد في نكرانه عفص الشيخ طلع مصران. ده عنده اسلوب. وده قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت يمتط رحل. ده عنده اسلوب بس. ده شرك يا زلمه. لكن لما تنقض الشرك بيقول لك الاسلوب. طيب يقول الغيبه حرام، الغيبه حرام نعم وهذا حق، الغيبه حرام، لكن هنالك ما الغيبه ما يجوز، وعقد عليه العلماء ابواب، كالامام النووي في رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبه، ويجوز ان يذكر اسماء يذكر اسماء اهل الضلال، ويجوز ان يحذر من دعاة الباطل ودعاة الشرك باسمائهم، وهذا ليس من الغيبه، هذا من النصيحه، والادله على ذلك كثيره جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان فلانا وفلان لا يعلمان من امر ديننا شيء، ذكرهم باسمائهم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لفاطمه بنت غيث لما اتته قالت ان ابو الجهم ومعاويه خطبان، فقال اما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل ضراب للنساء وقيل كثير الاسفار، واما معاويه فصعلوك لا مال له. فتكلم فيهما النبي عليه الصلاه والسلام وذكر بعض الصفات التي فيه، وده في زواج، فكيف بدي اذا جاز الكلام في بعض الناس في مسائل الاعراض والزواج، فكيف بالدين الذي هو اعظم من زواج ومن بضع امراه كما يقال. ام الصوفيه قال بتغضب الصوفيه، الصوفيه هم شالوا حق الله ادوا لشيوخهم. يقول عبد الرحيم الزريبه في كتابه رياض الجنه ونور الدجنه اذا شئتم شاء الاله، بيتكلم عن شيوخه، قال شيوخه ذل اذا شاءوا الله بيشاء، واذا ما شاءوا الله ما بيشاء، والله يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله. ذل يسكتوا عنه. شيوخ الصوفيه قالوا في واحد منهم ربنا ملك الكون 33 سنه ما ضيع منه جناح بعوضه، ده يخلوه ما يحذر الناس منه. واحد منهم قال خلق له من شجره بني ادم، وده قال بيعلم الغيب. واحد قال انا، قال انا الجليس على العرش المحيط به كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا، ده يخلوه. فهذه الغيبه لهؤلاء جائزه، بل قد يؤجر الانسان عليها لكي يحذر الناس من سبيل اهل الاجرام. شكرا. قال واخرون يقولون ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، هل هذا تناقض؟ ما في تناقض، اللين محل اللين والشده محل الشده، ما في اي تناقض، بل الانسان يعني الداعيه يعني يقيم المصلحه ويدعو، يعني يراعي المصالح والمفاسد، يراعي المصالح والمفاسد في دعوته، يلين في محل اللين ويشد في محل الشده. طيب قال مثل بيقول لك الميت، في مثل يقول الميت ما بتبقى عليه حاجه، ما بتبقى عليه حاجه، كيف يعني؟ ها والله انا ما فهمته، لكن المثل الثاني قال يقول لك كل شاة معلقه من عصبته، هل هذا صحيح؟
دي أمثال سودانية ساي. هذه الأمثال من مسند الشعب السوداني للأمثال التي تخالف الشريعة والأحاديث الموضوعة، كل شيء معلقة من عصبتها، وخلوا الخلائق لخالقها، وبلد ما بلد كم شي فيه عريان، دي كلها أمثال سودانية فيها ما يخالف الشريعة. ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامته. فما في أي زول يخلوه بس يسوي الدائر، يعني كل شاة معلقة من عصبته، يعني أي زول يخلوه يسوي الدائر؟ لا. إذا كان المثل ده المقصود منه إنه أي زول يخلوه يسوي الدائر فده مثل باطل. الناس يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم وينهى عن المنكر، ولا يكونوا كن المنافقين، لأنه أهل الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأهل النفاق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. طيب قال هل يقع من المؤمن، هل يقع المؤمن في الكذب؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام أيكذب المؤمن؟ قال لا. فالمؤمن يعني الأصل فيه أنه لا يكذب، أنه لا يكذب. ومن وقع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الكذب، وربنا في القرآن أيضا حذرنا من الكذب وأمرنا بأن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فالإنسان ما يكذب، والمؤمن لا تكذب، ما تكذب أبدا، ولو وقع منها شيء من هذا الأمر أو من الكذب فعليها أن تتوب توبة نصوحة إلى الله عز وجل، وتندم ندم شديد، وتعزم على أن لا تعود على هذا إلى الكذب. وهكذا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.